لماذا نصوم شهر رمضان؟ لماذا؟ لماذا أو ما الحكمة من فرضية الصيام؟ لماذا نصوم؟ لماذا نصوم؟ نعم تقول الله يفتح عليك. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ما الحكمة؟ قال لعلكم تتقون. لأنك الآن عندما تصوم ما يراك أحد أحيانا عندما تدخل البيت إلا الله، فلا تأكل ولا تشرب ولا تأتي بمفسدات الصيام، تتقي الله تخاف من الله. نعم هذا حكمة من الحكم. غير ما الحكمة؟ نعم. تعويد النفس على الصبر. تعويد النفس على الصبر، تعود نفسك أن تصبر وجاهد النفس والشيطان وعصمه. يا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صبر على ما؟ صبر على طاعة الله بأن يصوم، وصبر عن معصية الله يجتنب مفسدات الصيام، وصبر على أقدار الله. قدر الله عليكم في هذا البلاد أن تصوم كم ساعة؟ 20 ساعة تقريبا، فهذا أمر كتب الله عليك، ماذا تصنع؟ تصبر ولا بد. طيب هذا الحكمة الثانية. نعم. الشعور أو الإحساس بأخي المسلم الذي لا يجد قوة يأكل. الإحساس والأمة الإسلامية أمة واحدة، تشعر بما عليه الفقير، تمر عليه الساعات الطوال ولا يجد شيء، لا طعام ولا شراب. ولهذا تشرع الصدقة في رمضان، وكذلك يجب على الصائم إخراج زكاة الفطر لإغناء الفقير عن السؤال في يوم العيد. نعم فتح الله عنك. هذا الثالث، من يذكر لي رقم؟ كذلك أن الآن الإنسان عندما يصوم فهو يتذكر نعمة الله عليه، ليل نهار وهو يأكل ما شاء الله، ما لذ وطاب، فهو يتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى.